حضرة الدكتور محمد عنتر، ولكن من كلام الدكتور محمد كان واضحا جدا أنه كان مقربا جدا أو يعني من اللواء عمر سليمان، يعني كان أحد يبدو أنه على علاقة وطيدة، و يعني هو ما قال تقريبا 20 سنة، ولكن العلاقة دي كانت علاقة وطيدة جدا، وما قاله يعني قاله بثقة. ففوجئنا بردود الفعل التي أتت من حضرتكم ومن بعض الأشخاص بأنكم لا تعرفون هذا الرجل أبدا ولا تعرفون عنه أي شيء وبأي صفة يتكلم، علما أنه ليس من الضروري أي شخص يكون مقرب أو على علاقة بشخص كلواء عمر سليمان أن يكون معروف من قبل الجميع، لأنه كشخص غامض بحد ذاته كعمر سليمان طبعا له رجال وله أصدقاء وله معارف وله عملاء وله إلى هنالك من أمور لا يعرفهم أحد، فلماذا صببتم جام غضبكم على هذا الرجل بهذا الشكل؟ لا، الحقيقة أنا ما صببتش جام غضبه ولا حاجة، هذا الرجل أنا بأقدره وبأحترمه تماما تمام الاحترام، لأنه راجل محترم واتكلم بمنتهى الاحترام واتكلم بمنتهى التقدير عن اللي هو عمر، وهذا ليس تقليل من شأنه. ولكن أنا الحقيقة اضطررت ان انا اطلع مع حضرتك علشان الملف ده بقى يتقفل، لان ما تعانيه مصر الان اكبر بكثير من عمر سليمان واكبر بكثير من الرئيس عبد الناصر واكبر بكثير من رئيس سادات واكبر من الجميع، نحن الان في محنة، فاضطررت للظهور عشان بقى ايه ما نقعدش كل شوية ده مدير حملة. وبعدين الشق اللي حضرتك بتسأل عليه، انا الحقيقة قبل ما اجي لحضرتك الحلقة تشككت زي ما حضرتك كده تفضلت وقلت مش بالضروري ان انا اعرفه، مش شرط كل من يعرفه اللي هو عمر سليمان انا اكون عارفه، ده طبيعي له مصادره وله معارفه وله اصدقائه وله اقاربه. قبل ما اجي الحلقة عملت اتصالين، قلت اتصل الاول بعائلة اللي هو عمر سليمان، وفوجئت برضو بالعائلة محدش عارفه، مش بالضروري يكونوا عارفينه. اتصلت بالاخ اللواء سعد العباسي اللي هو كان بقى المفروض قبل الحملة او ما يدعون انها حملة قام بمجهود لكي يجمع عدد من التوكيلات، انكر تماما معرفته بهذا الشخص. ولكن الحقيقة للامانة يعني قال لي ان هذا الشخص كان مرافقا لاحد الفتيات اللي كانت بتؤيد وبتبارك ترشيح اللواء عمر سليمان في ونشيطة في اتجاه تجميع توكيلات، وهو كان بيعمل في هذا المجال معها مش اكتر. لكن ان مدير حملة، وبعدين اصل النهاردة حضرتك لو احنا حتى ما نعرفوش نتيجة انه له علاقة خاصة او علاقة احنا ما نعرفهاش او اسرته ما تعرفهاش او ما الى ذلك، يعني مدير الحملة ما بيتعرفش. يعني انا النهارده مدير مكتب نائب رئيس ونزل ترشيح رئيس لرئاسه الجمهوريه مش هعرف مين مدير الحمله؟ منطق غريب. يعني ده لا يقلل من شانه في شيء، لان الكل بيتبارى انه يلتصق بهذه القامه، لانها قامه لها منزله ولها معزه ولها وزن ولها قيمه سياسيه، والكل له الشرف أن يكون بجانب هذا الرجل.